تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. يدخل حظر التجول في العراق أسبوعه الرابع بسبب انتشار فيروس كورونا، وتزداد معه معاناة العراقيين مع مرور كل يوم من أيامه، ليس بسبب ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس فحسب، بل في التفكير بكيفية تدبير معيشتهم في ظل توقف أعمالهم أو فقدانها من جراء فرض الحظر. العراقيون بدأوا بحملات لمساعدة بعضهم بجهود ذاتية من خلال توزيع المواد الغذائية على العائلات المتعففة وأصحاب الأجور اليومية في ظل عدم التفات الحكومة لمعاناتهم وتوفير المساعدات التي تسد احتياجاتهم. يا معودين، هسه انتوا تخافون علينا من كورونا، ترى احنا راح نموت من الجوع، ما يصير هالشكل، حتى راتب تقاعد ماكو، الله ما يقبل تقاعد هم انطونه، كنا ناخذ 2 بالشهر 3، هسه اليوم 3 ماكو، 4 ماكو، 10 ماكو، يعني شلون نموت من الجوع؟ انتم خايفين علينا ولا على نفسكم؟ ترى ما يصير هالشكل. الله يعينكم. اي والله ترى حرام هيجي. اثر الوباء شل جميع القطاعات في البلاد وارخت بظلالها على الطبقه المعدومه، في حين وقفت الحكومه موقف المتفرج مع غياب الخطط الحقيقيه لاستيعاب الفقراء وتوزيع مساعدات طارئه ماديه او غذائيه على اصحاب الدخل المحدود. راح ادبلبط على روحي اذا ما يسوي لي حل. يا معود راح ادبلبط على روحي يا معود، وحق الكعبه ما ادبلبط على روحي. حصل عصب ومعده صمام مال قلب، ما خليت واحد مناشده. انت تحكي دصيح، مو انت مريض، مو تعبي أستاذ محمد علي كاظم ذاك اليوم منه خلف الله عليه اشترى لي العلاج. مواطنون أكدوا أنهم يلجؤون إلى الاقتراض من أجل توفير الاحتياجات الرئيسة لعائلاتهم بعد أن استنفدوا جل ما يملكون من مال خلال أيام الحظر. والله العظيم يا إمام ما نقر علي ما يداين وروح أتسوي، والله يا عم يا اسلام يا دنيا داين وروح اسوي، هاي المره داين اسوي، والله العظيم انطت لي فلوس رحت اسوق وتجي اسوي كل شيء مالك بالبيت، والله بالعباس اخذ يلا كل شيء مالك. اي ما يصير، ارحمونا شويه، ارحمونا ارحمونا شويه، يرحمكم الله من فوق، يكافي على هالضيف هذا شفناه كافي. توفير لقمة العيش والخوف من انتشار فيروس كورونا لم يكونا آخر المطاف، حيث يضطر أغلب العراقيين من أصحاب الكسب اليومي إلى دفع التزاماتهم كبدل إيجار السكن وتكاليف علاج أصحاب الأمراض المزمنة باهظة الثمن في بلد يعيش أغلب سكانه تحت خط الفقر بحسب إحصائيات حكومية رسمية.